أسعد الله صباحكم بكل الخير. إذن الأجواء استقرت بشكل واضح منذ ساعات الفجر، ضباب تشكل في مناطق مختلفة من السهول الشرقية والبادية. الأجواء اليوم مغايرة لما كانت عليه خلال الأيام السابقة، بالرغم من عدم وجود أي ارتفاع كبير على درجات الحرارة وظهور لبعض السحب والغيوم في مناطق مختلفة من المملكة. هذا بالنسبة للأجواء اليوم، أجواء غالبا غائمة بشكل عام، درجة حرارة 15 درجة مئوية في ساعات النهار، وهي تقترب من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. دعونا نتعرف سريعا على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى في الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. في إربد من 18 إلى 10 درجات مئوية، في جرش كذلك الأمر، أما في عجلون فهي من 16 إلى 10 درجات، وفي المفرق من 17 إلى 8 درجات مئوية. المناطق الوسطى الأجواء أيضا مستقرة بها، تكون من 18 إلى 7 في الزرقاء، 16 إلى 10 في البلقاء، و17 إلى 8 في مأدبة، في حين ترتفع في البحر الميت اليوم إلى 22 درجة مئوية، وتنخفض الصغرى الليلة القادمة إلى 13 درجة مئوية. العاصمة عمان اليوم الأجواء بها مستقرة، مائلة للبرودة طبعا في ساعات النهار وباردة في ساعات الليل، تكون العظمى 15 والصغرى 9 درجات مئوية. انتقالنا للمناطق الجنوبية، في الكرك من 13 إلى 5، وفي الطفيلة من 13 إلى 8 درجات مئوية، في معان من 14 إلى 6 درجات، وفي الشرع من 12 إلى 7 درجات، أما في خليج العقبة فترتفع العظمى اليوم إلى 22 درجة مئوية، والصغرى للقادمة تقريبا حوالي 14 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة الأجواء بها تكون أيضا مستقرة، في الرويشد من 16 إلى 8، في الصفاوي من 17 إلى 7، وفي الأزرق من 18 إلى 8 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا اليوم. نهاركم سعيد، إلى اللقاء.